مشاعر مرفوضة تماما، قد تراودك هذه المشاعر منذ استيقاظك من النوم، وأحيانا وأنت ذاهب إلى مقابلة عمل حاسمة، وأحيانا أخرى وأنت توشك على أن تستلم نتيجة فحص معينة، وربما وأنت متجه إلى قاعة الامتحانات، حتى وأنت تمسك ورقة الامتحانات قد تراودك هذه المشاعر. وربما وأنت تنتظر شخصا ما، أحداث كثيرة يمكن لها أن تثير هذه المشاعر. ما هذه المشاعر يا ترى؟ تعرفوا على المشاعر اللي كنت نهضر عليها في المقدمة، إذا قدرتوا تعرفوا هذه المشاعر شاركوني في كومنتار، قولوا لي بلي حنا عرفنا المشاعر قبل ما تقوليها، نعرف إذا كان التعبير راه يوصل الفكرة ولا لا ماشي يوصل، هذا ما كان. المهم المشاعر اللي كنت نهضر عليهم هما مشاعر التوتر والقلق، ومشاعر التوتر والقلق كما على بالنا كاع هما مشاعر سلبية لا إرادية في حياة الإنسان. وكاع على بالنا بلي مشاعر التوتر والقلق عندها اثار سلبيه على صحه ونفسيه الانسان، وكاع مادا بينا نتخلصوا من التوتر والقلق في حياتنا. اليوم انا ما راحش نهضر كمختصه، لاني علم نفس ولا لي تنميه بشريه، ولكن راح نشارككم اربع طرق ساعدوني انا شخصيا باش نتخلص من التوتر والقلق في حياتي. تابعوا الفيديو حتى الاخير، وإلا كنتوا اول مره تزوروا قناتي ما تنساوش ديروا لي ابوني ولا سبسكرايب وتفعلوا جرس الانذار. اول طريقه اللي هي التنفس، والتنفس هذا يكون عن طريق ملء البطن بالهواء طبعا، ثم الصدر، ثم اخراجه عن طريق الانف بعمليه الزفير، ويسمى هذا التنفس بالتنفس البطني العميق. والتنفس البطني العميق عنده فوائد كثيره كثيره جدا، ويختفي معه التوتر والقلق. طريقة هي الحركة والتأمل. الحركة والتأمل، الإنسان المقلق غالبا يبغي يقعد وحده، يبغي ما يهضرش مع الناس، يقعد منطوي، يكون منطوي. سو نصيحتي ليك، دير كيسمع في ابنك، اسمع واش راك باغي، اسمع قرآن كريم، اسمع حديث روحي، اسمع أغنية، اسمع موسيقى، اسمع واش تبغي، وتحرك، تمشى خطوة زوج ثلاثة أربعة، المهم. أو إلا ما كانش الحركة كاين التأمل. اهتم بكتفيك والابتسامة. الاهتمام بالكتفين والابتسامة لغة من لغات الجسد، ولغة الجسد عند الإنسان المقلق تكون مختلفة على لغة الجسد عند الإنسان الهادئ والواثق بنفسه طبعا. الاهتمام بالكتفين كيفه؟ الاهتمام بالكتفين يكون بإرجاع الكتفين إلى الوراء ورفع الصدر. ضروري ضروري ان تعبر عن حالة القلق التي تمر بها. اذا كان معك صاحبك قول له راني مقلق، واذا كنت وحدك قول له روحك راني مقلق. اثبتت الدراسات انه عند التعبير عن حالة التوتر او القلق يقل التوتر او القلق نسبة 10 مرات عن المستوى الطبيعي عند كل انسان. كانوا هادو هما اربع طرق اللي فادوني انا شخصيا، وان شاء الله يكونوا فادوكم نتوما تاني. هذا هو الفيديو تاع اليوم، الى عجبك الفيديو ما تنساش دير جيم، ونتلاقاو في فيديو آخر بإذن الله. في أمان الله.